لما يحل عصر الفوضى في يوم القيامة لا تضع السما. أكرر، لا تضع السما اللي عددها كده، لا تضع السما. السما دي عدد اسمه، اي دي او رقم قومي لكل اسم، رقم قومي لكل اسم. مجرد ما تبدأ الحرب العالمية الثالثة وتحل الفوضى، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، هتقوم تبذر الحروب في كل الأرض وهتقسم الأرض نصين، نص حاطط دي ونص مش حاطط دي. فانت ما تحطش دي، انت عارف عددها اهو، عددها اهو، مش هقدر اقولها لك علشان ايه الفيديو يكمل معانا، ماشي؟ عددها اهو. لا تضع هذه السمة، هي دي التجربة العتيدة انها تجرب الساكنين على الارض، مين اللي مع الله ومين اللي مع الشيطان. اللي هيحط دي هيبقى مع الشيطان وهيعيش ل 1335 يوم حسب الرؤية اللي شفتها، 1335 يوم، وحسب الكلام المكتوب في سفر الرؤية ايضا المكتوب من 2000 سنة اللي جاي بدللك بيه، ان بمجرد ما تحط دي خلاص العالم هينتهي بعديها. فما بص مكتوب ايه، وان لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له السمة او اسم الوحش او عدد اسمه. هنا الحكمة، من له الفهم فليحسب عدد الوحش بانه عدد انسان وعدده كده كده كده. ما تحطش السمة دي او بطاقة الرقم القومي دي او الاي دي او الرقم اللي هيبقى على كل انسان. الانسان مش هيبقى ليه اسم بعد كده، الانسان هيبقى ليه رقم زي التليفون، التليفون ليه اي دي، اي دي، فالانسان هيبقى ليه اي دي. فانت ما تحطش هذا الاي دي لان هي دي التجربة. الناس في الزمن ده اللي جاي بعد ساعات معدودة هتتقسم نصين، نص هيبيع الله ويحط دي ونص هيشتري الله وهيرفض دي. لكن كل اللي هيحط دي هيعيش لمدة 1335 يوم، لكن اللي هيرفض دي هيموت. خد بالك من الكلام، هيبقى في إقصاء. وهنا هتبدأ يوم القيامة، والله هينزل من على السحاب علشان يقيم كل الموتى، كل اللي اتساوموا من العالم وهم رفضوا هذه السمة، هيقومهم من الأموات ويملكهم على كل الأرض من الديانات الثلاثة. يعني الموضوع مش هيبقى فيه عنصرية، هيبقى فيه الديانات الثلاثة، في المسيحية والإسلام واليهود والصينيين والأمريكيين. كل من وضع هذه لن يكون له حياة بل ينكس عليه غضب الله، أما كل من رفض دي هيكون ليه حياة أبدية وهيعيش للأبد وهيملك مع الله في ملك لمدة 1000 سنة كيوم واحد، 1000 سنة كيوم واحد، يوم خارج حدود التقويم، يوم واحد واحد واحد، يوم ما طلعلوش شمس ولا نزله قمر، يوم كل الملائكة هتتكشف على الناس والناس هتتكشف على الملائكة. الله بنفسه هينزل مع جمهور ملائكته عشان يحارب العالم ويحارب المملكة دي اللي هي عملت السما دي ويمحيها، ويعطي الملك لعبيده المؤمنين بيه من كل الديانات الثلاثة. فاليوم أكرر، لو انت بتسمع الفيديو ده وانا مش موجود هنا وتخيرت ما بين انك تضع دي او لا، لا تضع هذه السمة. اكرر، لا تضع هذه السمة. الكلام اللي الله ارسل لي ان اقوله قلته. انت امسك بايدك وشارك هذا المقطع على نطاق واسع عشان يصنع موجة من الخبر الى ما لا نهاية، لان احنا كلنا عارفين الكلام ده، احنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل. فساعدني وساعد الروح ان الرسالة دي تنتشر على نطاق واسع، لان الوقت قريب. استعدوا للقاء إلهكم.